السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. هكلمكم النهاردة إن شاء الله عن مزيل عرق كولاجرا أو مضاد التعرق كولاجرا. هو أنتي بريسبرنت، كميته 60 ملي وسعره 100 جنيه. في منه نوع تاني ده مضاد للتعرق وبيبيض أو بيفتح تحت الإبط. في نوع تاني منه برضو بس في ميزة ثالثة، إن هو بيأخر نمو الشعر، بس إصدار تاني غير الإصدار اللي أنا جايباه ده. يعني في الصيدلية اسألوهم لو هتجيبوا الإصدار التاني هيبقى نفس المواصفات اللي هقولكوا عليها في ده، بس الزيادة عليه إن هو بيأخر نمو الشعر، لكن ده لأ، ده مضاد للتعرق بس وبيفتح تحت الإبط. وهعملكوا مقارنة بين كولاجرا وبين ستاربل وبين إيفا ناتشرال جلو، لأن دول التلاتة أنا استخدمتهم مؤخرا، وهقولكوا أكتر واحد أنا حبيته أنهي. أولا انا كلمتكم كنت عن ناتشرال جلو ده بتاع ايفا، حلو جدا، برضو بيفتح اندر ارم، يعني سيطرته على ريحة العرق حلوة جدا، بس مع العرق الشديد والمجهود الشديد والحر، يعني دلوقتي الاجواء بقت دافية اكتر، فمع الحر الشديد والعرق الشديد بيبقى ضعيف شوية، بتحسي ان انتي يعني في ريحة عرق، او ان انتي عايزة تاخدي شاور وتحطي مزيل عرق تاني مع الحر الشديد، او يعني لما انت مشيتي كتير مثلا وعرقتي كتير هتحسي الاحساس ده. فانا الناتشرال جلو ده بتاع ايفا عجبني جدا في الشتاء، في التعرق المتوسط، في المجهود المتوسط، حلو جدا، بيفضل طول اليوم مفيش اي حاجه ومسيطر على ريحه العرق تماما، لكن مع الحر الشديد ومع العرق الشديد لا، بيبقى ضعيف شويه. غير كده هو مبيلزقش، ايفا ناتشرال جلو ما بيلزقش، بيفتح، ما بيطبعش في الهدوم، وعجبني جدا. هو كمان ريحته مش نفاذة، فهو مناسب كمان لو انت ما بتحبيش الروائح النفاذة او حد عنده حساسية، هيبقى مناسب جدا. هو ريحته حلوة، اول ما تفتحي العبوة وتشميها ريحته حلوة، اول ما تحطيه ملوش ريحة، ومش عايز عرق ومش عايز مجهود زي ما قلت لكم، لان مع المجهود الشديد والعرق الشديد والحر بيبقى ضعيف شوية من خلال تجربتي انا. ستارفيل حلو جدا، بيسيطر على ريحة العرق، بس ريحته بتبقى ضعيفة قوي لما بتحطيه، ما بيبعش وما بيلزقش، ما بيفتحش ولا يغمق، لكن برضو حلو، بيسيطر على ريحة العرق كويس، ريحته ضعيفة برضو مش فواحة. فسواء ناتشرال جلو او ستارفيل الاتنين دول حلوين جدا، حبيتهم جدا، بس هو ناتشرال جلو بتاع ايفا ضعيف مع العرق الشديد. ستارفيل لا، حلو، بيفضل مسيطر على ريحة العرق بس ريحته ضعيفة جدا. هما عاملين ريحته مش فواحة مش نفاذة. كولاجرا بقى ريحته فواحة جميلة جدا، كأنك حطيت يعني كأنك حاطة بيرفيوم. أجمل حاجة عجبتني في كولاجرا إن هو كل حركة تعمليها بإيدك، كل ما ترفعي إيدك تطلع عليكي ريحة من تحت الإبط كده، ريحة بيرفيوم، كأنك حاطة بيرفيوم. واللي غطاه موف ده، الكولاجرا ده، ده ريحته بونبون، ريحته كده الناس اللي بتحب الحاجات المسكرة الكاندي هتحبوه قوي، لأن هو ريحته كده مسكرة وبونبون. العبوة دي بتاعت كولاجرا دي اللي هي انتي بريسبرنت والوايتنينج، اللي هو بيبيض وضد التعرق، هو ما بيخليكيش ما تعرقيش خالص، هو بيخليكي تعرقي عادي بس العرق كميته اقل من المعتاد. بيسيطر على ريحة العرق في الاجواء الحارة والمشي كتير والتعرق اكتر من اكتر مثلا من ايفا، يعني حلو يعتمد عليه في الحر والعرق، يعتمد عليه لان هو حلو يعتمد عليه فتره قد ايه. لا ممكن مده تصل مثلا 12 ساعه في اليوم، يعني طول اليوم يقعد معاكي مسيطر على ريحه العرق، مفيش اي ريحه عرق. الكلام ده في الاجواء الحاره مش في الشتاء، في الشتاء بنحتاج اي مزيل عرق وخلاص كله بيبقى حلو. المشكله كلها في مزيلات العرق في الصيف، الصيف بنحتاج حاجه قويه تكون حتى مضاده للتعرق بشكل بسيط، ما تكونش بتمنع التعرق خالص، بس تخلينا على الاقل الهدوم ما تتبلش عرق بقى، لان الصيف عندنا بيبقى شديد جدا، فبنعرق وريحة عرق بتبقى طبعا مش لطيفة لو حد لو مش حاطة لو مش حاطة مزيل عرق. وطبعا مزيل عرق أحسن حاجة تحطيه بعد الشاور، أجمل نتيجة تاخديها من مزيل عرق هو بعد الشاور. لو حطيتي مزيل عرق من غير شاور لا، يبقى حاجة وحشة جدا. فهو بيتحط على بشرة جافة يعني ناشفة وفي نفس الوقت نظيفة، فبتفضل نتيجته معاكي حلو، يعني تقريبا من الشاور للشاور تفضلي شامة ريحة جميلة. هو ليه ريحة عطرية زي ما قلت لكم، ريحة بونبون، مع كل حركة بتعمليها بتطلع عليكي الريحة دي كده من اندر ارم، من تحت الابط بتطلع عليكي ريحة كأنك حاطة بيرفيوم.
بعد 5 ساعات الريحة دي بتتكتم شوية وبتقل كتير كده، فما بتحسيش بريحتها قوي، بس بتفضل الريحة موجودة برضو في هدومك، بتحسي برضو بريحة جميلة من كولاجرا اللي هو العبوة دي. على فكرة في منه اصدارات تانية كتير وطلعوا منه انواع جديدة، بس انا مش عارفة هو دلوقتي بكام. انا جايباه من حوالي من شهر كده، بس انا استخدمته مؤخرا، يعني مستخدمه بقالي 10 ايام، عشان كنت بجرب قبله ايفا وبعدين بعد كده قلت اجرب كولاجرا، فكان ب 100 جنيه او ب 110 تقريبا، مش عارفه دلوقتي بقى بكام. فجميل جدا. لو في منه زي ما بقول لك الاصدار بقى الجديد، اصدار تاني كان عندهم برضو يومها بس انا ما جبتوش، اللي هو انتي بريسبرنت وفي نفس الوقت اللي هو مضاد للتعرق وبيبيض وبيقلل نمو الشعر. فده كان يعني، فده لو انت عايزه حاجه كمان تقلل نمو الشعر، هو في اصدار منه بيعمل كده، وهو عموما حلو ومناسب جدا للبشره الحساسه، فطبعا دي بتبقى حاجه كويسه جدا، يعني ما يعملكيش حكه ولا يعمل حرقان ولا يعمل، واهم حاجه ما بيعملش احساس التلزيق، فحلو جدا. فانا لو هقارن بين الثلاثه دول هقول لكم ايفا حلو قوي كمزيل عرق شتوي، في الصيف بيبقى ضعيف شوية عشان العرق زي ما قلنا والحر الشديد والأجواء الحارة. ستارفل حلو في كل الأوقات، ستارفل قوي وحلو جدا، بس هو اللي بيحبوا الريحة الفواحة من مزيلات العرق ستارفل ريحته ضعيفة، ريحته مش قوية. كولاجرا مناسب جدا في الأجواء الصيفية، وستارفل كمان برضو مناسب جدا للحر والأجواء الصيف والمجهود وكده، حلو مناسب. ايفا مش مناسب لاجواء الصيف والحر والعرق الكتير، كولاجرا مناسب لاجواء الصيف والحر والعرق، فبرضه جميل جدا. انا طبعا جربت كل انواع مزيلات العرق، فهو كولاجرا ده من انواع المفضله بقت عندي، رغم ان انا جربت من كولاجرا قبل كده سيرم فيتامين سي ما عجبنيش خالص، وجربت كمان كريم العين من كولاجرا برضه ما عجبنيش خالص. فده اول منتج اجربه من كولاجرا بصراحه يعجبني جدا، لان هو زي ما قلت لكم حلو وريحته حلوه وكميته كويسه، بس اهم حاجه هاتوه من صيدليه او مكان موثوق منه عشان ما يبقاش مغشوش، لان هو في منه اصدارات كتير واشكال كتير جدا. ده شكل العبوه اهو، بس كده ان شاء الله اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الشير واللايك والفولو على انستجرام، وميرسي ليكوا، وباي باي.